نتذكر البطولة القادمة إن شاء الله اللي غادي تبدا يوم الأحد المقبل. الفرق اللي غادي يسحبوها الآن غادي تكون كاملة في المجموعة الأولى. إشارة غيكون جوج ديال المجموعات، مجموعة أ والمجموعة بي. مجموعة كل مجموعة غادي يكونوا فيها 10 فرق. إذا 10 فرق اللي غادي نسحبوهم الآن بشكل متتالي هما اللي غيكونوا في مجموعة أ. Thank you.
منار سيدي مهن. كان هذا هو هي الطرحه ديال المنظور القادم ان شاء الله، فيها جوج ديال المجموعات، كل فريق غادي يلعب تسعه ديال المقابلات. الدوره الاخيره ان شاء الله، الدوره الاولى بعدا غادي تكون الاحد المقبل، الدوره الاخيره الدوره 95 غادي تكون اسبوع قبل عيد الاضحى. شكرا لجميع الفرق المشاركه، تحيه رياضيه جميله. الله عليكم.